أعزائي المشاهدين والمشتركين في قناة GS4W، أرحب بكم جميعا. بحمد الله تم الانتهاء من مستوى مبتدئ ومتوسط من هذه الدورة المجانية لتعلم على برامج الـ ArcGIS بثلاثة مراحل، وليكم مقدمة عن المرحلة الثالثة لهذه الدورة. الأفضل طبعا أن يكون مستواك أو مستواك في الـ ArcGIS متوسط لمتابعة دروس المرحلة الثالثة، وأيضا في وصف الفيديو وفي البطاقات التي تظهر على هذا الفيديو يتم وضع روابط المرحلة الأولى والثانية. المرحلة الثالثة يتم شرح مقدمات عن تطبيقات في علم نظم معلومات الجغرافية GIS وتفسير كل تطبيق، وبعدها كل مطور في GIS يقدر يستفيد من التطبيقات في مجال وظيفته في شركة خاصة أو مؤسسة رسمية حكومية أو غير حكومية. وأيضا طلاب الجامعات بكالوريوس وماجستير أو دكتوراه يمكن أن يستفيدوا من هذه التطبيقات لدعم مشروع التخرج أو رسالة الماجستير، أو أيضا من خلال أبحاثه في الدراسة كما ذكرت في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. إليكم بعد هذه التطبيقات، أولا في عنا التوبولوجي، من الداتا ست اللي عندنا بنروح على رايت كليك، بعديها نيو، في عنا توبولوجي. طبعا التوبولوجي بداخله 31 قاعدة او 31 قاعدة لتصحيح الاخطاء الهندسية لكافة الطبقات بولجون وبوينت ولاين. ايضا في عنا تطبيق اخر تحليلات شبكة الطرق النتورك داتا ست، وايضا في عنا الشبكة الهندسية الجيومتريك نتورك. ايضا في عنا تطبيق خاص في القطع البارسل، يعني اسمه بارسل فابريك. وايضا في عنا الموديل بولدر، يعني احنا بنقدر نعمل مثلا نيو تول بوكس، وبداخل التول بوكس نقدر احنا نعمل موديل. ايضا راح يتم التطرق على الموديل بولدر، وايضا شرح واجهات وادوات برامج الارك جي اس، الارك سين، والارك جلوب. ويمكن مستقبلا شرح تطبيقات متقدمة مثل التي تم ذكرهم سابقا. واتمنى لكل مشاهد او مشاهدة التوفيق والاستفادة من جميع الدروس السابقة في المستوى الاول والثاني وايضا المستوى الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على الـ RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.